اسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الاحباء اينما كنتم، ارحب بكم واجمل الترحيب في جولتنا الصباحيه وبرنامجنا الصباحي، وبهذه الصور اللي راح تشوفوها وتشوفون حركه الناس بمنطقه مهمه، منطقه حيويه ومنطقه تعتبر شعبيه وبيها كثير من المؤسسات الحكوميه وكثير من الكليات والجامعات وايضا بها وزاره الصحه. اليوم في باب المعظم راح تشوفون الناس وحركه الناس والتزام الناس بالتوصيات الصحيه، وراح نسولف ويا الناس بشكل واقعي بشكل حيادي ومنطقي. زميلي حيدر، احنا متعودين دائما نعطيكم لقطات عامه عن حركه الناس وعن البيع اللي موجود وعن حركة السوق وعن حركة المارة، وهذا المكان أنا قلت شعبي وبنفس الوقت أصبح موقع تجاري حيوي، لأنه الناس والناس البسطاء اللي تشتغل هواية، وأصحاب الشنابر أيضا هواية، والعرباين والناس عايشة والحمد لله. هذه اللقطات اللي تلاحظوها الآن، و تعال حبيبي، هذه الصور اللي شوفوها. السلام عليكم حبيبي، شلون اخوي؟ قواك الله، شلون عافيتك؟ حياك الله، شلونك؟ شلون الصحة الأمور؟ لله والله. شلون الشغل اخوي هالأيام؟ بلشت شوية حركة؟ والله بزود. مصطفى الكاظمي بخير. والله. هاي قوة. إيه. يعني خوش قام يشتغل، لا قاموا كانوا محاربين على كل شيء. محاربينكم على شنو؟ اي يعني المواطن نفسه محاربنا عرزقنا. والله من جاء مصطفى الكاظم يعني هسه بخير، قمنا نشتغل، صار شوي حركه بالسوق، الحمد لله وشكر. قد صار لك تشتغل بل. والله انا عندي قهوه بالكاظميه، عزيت عمود الكارونيه، بس هاي الايام جد يعني صار لي 15 يوم اقول اشتغل والله. كاظمية هم منطقة حيوية ويعني هم منطقة مهمة. حضر وهاي الكارونيا وهاي وشوية مسدودة. عندنا قهوة يعني سديناها عمود الكارونيا. بس شغل المقاهي هسه بشكل عام هسه بهاي الأيام انفتحت. والله زين هسه الحمد لله بالكاظمية، هسه أخوي جاي يشتغل يقول خير من الله هسه. اي والله. يعني بلشت حركة الناس. يعني الناس المحافظات تشتغل شغل يعني حلو، شغلها حلو. اي. وهنا الشغلة شلون؟ الحمد لله خير من الله. الحمد لله، الله يزيدك. حياك الله يا رب. طيب من يا منطقة؟ أنا من المحمودية. حياك الله وأهلا وسهلا بك يا طيب. حياك الله. حياك الله حبيبي. من المحمودية على مود يشتغل ويعيش عائلته. زميلي حيدر، هذه الصور اللي أمامكم يعني صور واقعية وبجوار المؤسسات الحكومية، يعني نتمنى أنه هذه الرسائل وهذه الصور توصل للمسؤولين حتى يشوفون الناس شلون وضعهم بدرجة حرارة مرتفعة. السلام عليكم، شلونك عمي؟ حياك الله، حياك الله. طبعا السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ انا كل ما اجي الباب المعظم لازم نزورك، شلون عافيتك؟ شلون صحة الامور؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. شلون الشغل عمي؟ والله الحمد لله، يعني داك هو بس مو ذاك الشغل القوي، بس الحمد لله وشكر يعني قاضي. هسه شويه حركه الناس. والله هي دائما اعتيادي متوزع رواتب، تصير حركه شويه، بس مو ذيك الحركه القويه القبل. يعني ضعفت حيل. الوزاره بعتها والجامعات موجوده بس ماكو دوام يعني. السوق هسه هم موجود، المخضر هم موجود، الناس تجي. موجود لا المخضر ما انقطع نهائيا، اي بس هاي الحاجات من هنا يعني شبه قلت شويه، لانه بسبب هاي الكورونا العالم تخاف تطلع. وهذه المنطقه هم شعبيه وايد، منطقه موبوءه يعني، هاي من ناحيه الطب كلها موبوءه. زين نقول الحمد لله وشكر على كل حال. هاي عايشين، شو تسوي؟ نعمه من الله. حلال. ايش اسوي؟ لازم متعوب عليك. لازم اكيد. اكيد. شنو وضع الشباب اللي موجودين هسه؟ والله كلهم كسبه، ثلاث ارباعهم كسبه، رواتب قسم ما عندهم. فايش يسوي؟ يريد يعيش، يعني يريد اهله يريد خبزه ياكلون.
ايش يسوي؟ يضطر يشوف سالب الميل الحشيت وياه، حتى شمسيه ما عنده. هذا هسه بعد شويه، هسه شويه بها لازمه، مو الشمس مو كل قويه، بعد شويه تصير نار. فايش يسوي من لا شاره؟ يقول لك تكرهون شيء انه خير لكم، فمضطر. اي كل العالم اضطرت، ثلاث ارباع العالم. محمودية سووا، جايبين محمودية. اي قسم من الناصرية يجون البصية هاي من هنا، هاي من هنا وروح كلهم له الناصرية. من الناصرية. والمحمودية من الناصرية وين؟ محمودية وين؟ ايش يسوي العالم؟ تي تعيش، تي تاكل خبزة على قولتك حلال. هذا اللي ياكل خبزة حلال يتعذب لازم. لازم يشوف ضيم، إذا ما تتعب ما تلعب. اي. اي سيف كلها صاحبي جاء. صار لك عم هنا بهاي المنطقه تقريبا كم سنه؟ صار لي حدود تقريبا 20 سنه انا هنا. لا كنت ابيع مخبر. اي كنت ابيع مخبر بس بهاي صار لي 4 سنين بيها بالبهارات. مخبر مو شويه اهون احسن؟ لا تعب رخاص والعلم ما قامت تشتري فبطلت، صارت بهاي البهارات شويه مو متعبه يعني قاعد على الرصيف. الحمد لله. الله يكون بالعون يا حبيبي عمي، تحياتي وسلامي. تحياتي يا حبيبي. هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ زين والله. ما لابس كمامتك في جيبك؟ كمامتك شنو السالفه؟ الناس تشوفك وناس تعرفك. شلون صحتك؟ زين والله. شلونك؟ مرتاح ان شاء الله؟ مرتاح. تشتغل قاعد؟ اليوم ماكو دوام، ما عندنا. والله. اي ماكو دوام. ان شاء الله تنتهي كورونا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله تبقى حياه طبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله تفرح العراقيين ان شاء الله. اللهم امين. امين ان شاء الله وشافيهم عافيهم جميع المرضى. اللهم امين. انت شنو هسه تتجول هنا بالمنطقه تتمشى لو شنو؟ ايش اسوي؟ اضوج وهاي. اي هاي. الحمد لله. تحياتي يا صديقي وصديق البرنامج. تحياتي لك يا حبيبي، تحياتي. حياتي. الناس اللي على قد حالهم طبعا يشوفون حركه الناس في المنطقه. الله يسعدك حجيه، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون زينه؟ والله بخير الحمد لله. عافيتك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله، ان شاء الله الصحه والعافيه. الله يسلمك. الله يعافيك. شنو اليوم زيارتكم حجيه هنا؟ تشترون تتبضعون لو على الطبيب؟ ها يلا اخذ راحتك، اخذ راحتك، اخذ راحتك. الله يساعدهم. شلونكم اخوي؟ يا سلام. شلون عافيتك؟ حتى اللي بيحسن. شويه كنا فتره كلها قاعدين، هسه شويه صار تقريبا اسبوعين شويه العالم قامت تتعايش ويا ياخذ احتياطه ويطلع. اي بعد هو لازم بعد هاي العالم تعايش، يعني ابو العائله منين يجي؟ يعني اكو والله الموظف خطيه عنده راتب وقاعد على باب الله شلون؟ لازم يشد ويجي. اي لازم انت يوم يا دوب العالم يساعدك. والحمد لله. بس شنو يكون واحد ينتبه يعني يتعايش في الموضوع، ما يحتك زايد للعالم، تجمعات ما يروح. احنا من الشغل للبيت، من البيت للشغل، يعني ماكو ما يطلع لا من ولا. بس خلينا نسولف شويه على شغلكم ذيك الفتره، يعني تقريبا 5 اشهر وقفت هاي المنطقه كلها. والله كلها وقفت، يعني شكو واحد عنده فلوس، شكو واحد راس ماله صرفه وانطلب، ويعني كلها مرينا بازمه. الله شاهد من العالم. وهاي شوي الحمد لله رجعت الحركه، وان شاء الله خير نتاملها مورا العيد ان شاء الله. هاي هسه الحاجات يعني البسيطه، يعني تشوف انه شغلها ماشي بهيك مناطق لو صعوبه. والله احنا هنا شغلنا يعني لين مناطق دوائر دوله، موظفين ووزارات ودوائر قريبه، يعني اكو حركه لحد الساعه 1 2 يعني وراها ماكو، لازم تعزل. فنسترزق الصبح هالقاسمه الله، نصرفه على العائله ونسوق بالباقي. والله كريم، وهم اصحاب عوائل، كل واحد عنده عائله ما يقدر يقعد. طبعا الى متى يعني؟ مره مرتين وهي الاشهر قعدنا بها، يعني حيل تاذينا. والله شاهد.
الطبقه اللي على قد حاله هو اللي تعب اكثر، لانه احنا رغم انه قدمنا قد معاملات وتعيين وهذا، بس ما انقسمنا، ما صارت قسمه الحمد لله شكرا. رحم الله شرف صحه، ما تقصروا، رحم الله ودك، الله يحفظكم ويبارك قناتكم. حياتي سلام. اهلا وسهلا، رحم الله. يا منطقه ما اعرف، احنا من سبع ابكار من القريعات. آه. عجبك المنطقه؟ ايش عجب ما فتحت بي؟ والله منطقه يعني اسواق محلات اكثر شيء، يعني بصيات قليل ما بيها، واحنا حسب امكانيتنا يعني. حسب امكانيه يعني ما نقدر للايجارات اللي 500. اذا تريد تفتح لك محل هناك اقل شيء رادك 10 ملايين، 10 ملايين 5 ملايين اذا تفتح لك محل صغير اي تسوق به ايجار مولده يعني، فمو تجي تجيب لك حاجات تقعد وراك مولده وراك ايجار وراك شغلات هوايه. الناس حتى هاي شغلات تقدر تدبرها، تجيب لك 100 تسوق، تجيب لك 50 تداين وطلع لك 10 15 20 نعمه من الله. ما تلتزم بايجارهم، هذا هم موضوع، وهذا ايجار ماكو، اسعار رخيصه احسن من المحلات، لان ما عندنا ايجار، ما عندنا ضريبه، ما عندنا يعني ماشي نمشي، اذا هي بها الدرزن الف نمشي، بين باب المحل مو تقول له هاي بيش، يقول لك لا هاي يحسب ايجاره، يحسب العامل اللي وياه. طبعا عنده ايجار وعنده مولده وعنده، والشغلات كلها تختلف، فشوفوا العالم فرق هنا من يجي بالشارع يشوف فرق بالسوق، فصير علينا حركه. ابو مريم تحياتي وسلام عليك يا طيب. والله فرصه سعيده، رحم الله والديك، فرصه سعيده. استريح استريح عمو بونيم، استريح يا حبيبي استريح. هذه بساطه الناس وهذه حياتهم اليوميه اللي عايشيها، رغم المعاناه، رغم الالم، رغم الظروف اللي يمر بها العراقي، لكن الضحكة والابتسامة ما تفارق وجهه ورغم الضيم اللي يشوفه. خلنا نشوف الأخ اللي الله يساعدك يا حبيبي، شلون أخوي؟ قواك الله. يلا حيلك. شلون عافيتك؟ الحمد لله. حط لك شمسية. والله يا أبا فلوس ما تكفي يعني أشتري شمسية. أي والله. تدري أنت الأوضاع هم تعبانة ومو زينة. يعني هذا اليوم إذا أقعد بيه أنا شو بدي أقول لك؟ هم وراي فندق ومصرف. العائلة تري طبعا طبعا، ماكو يعني شيء ما تريده بهالوقت هذا، صح لو لا؟ وكله مريود من عندك. اي والله، يعني الفندق يريد، البيت يريد، مو انا كشاب، انا كشاب يعني مو من بغداد، من المحافظات. لا انا من المحافظات. من لا من بابل. بابل من الحله. حياك الله واهلا وسهلا. على راسي، رحم الله والديك. الحله هذا التاريخ وصاحب التراث وصاحبة يعني امور حضاريه وثقافيه على مدى اعوام، للاسف يعني للاسف اللي نشوفه. والله يعني عجب، ماكو شغل هناك؟ والله شغل ماكو، يعني ليش اكذب عليك؟ ليش اكثر تبيع المي هناك؟ اذا بالحله تبيع المي يمشي لو ما يمشي؟ والله يمشي، مو ما يمشي، بس انا متعود يعني على العاصمه هنا، يعني من زمان، صار بالاربع سنوات اكثر اجي هنا. كنت قبل بالشورج هم حمال، شوي الاوضاع هم تعبت، اي مو من ذاك الشغل، فاتجهت على هاي الشغله، ماي ببشي القى اسم الله. الحمد لله. اي والله، يعني تدري يوم نطلع يوم ما نطلع، يعني مراوشيها وياها وياها. اي مو وياها وياها ما تمشي، ما تخلق. اي والله، اي والله شو تسوي؟ ما تخلق. اي والله. نفس الحله لو ب لا مركز مدينه. مركز مدينه. وضع الفلاح عندنا هناك بالحله شلون وضعه؟ من الزراعه يعني نص ونص. الله يكون بالعون حب. رحم الله والديك، ربي يرزقك. رحمه الله على والديك، اشكرك، بارك الله فيك. حاول يعني الشمسيه والله درجه الحراره مرتفعه، هسه زين بعد شوي شوي. والله شوي بعد نوقف، شوف لنا في ونوقف بيه. رحم الله والديك. بعد تحياتي، تحياتي لك يا طيب، تحياتي لك. شلونك يا حبيبي؟ الاخوان يعني مصيبه مصيبه والله. هنا هنا تعال اخوي تعال. ايش قصة لك هنا تشتغل بالله؟ تقريبا سنتين. سنتين جيت اشتغل بكاظميه فندق، بعدين طلعت. اي الحركه مو ذاك الحركه، وهاي الاوضاع شويه تاذينا بيها من حظر التجوال وهذا البلاء جانا. لازم ناخذ احتياطاتنا من اخوي. اهم شيء الاحتياطات والمسافه
والتباعد الاجتماعي. انتم هنا حجالب ومريم، يعني اللي صار له سنتين، اللي صار له سبع سنوات، اللي صار له 20 سنه هنا. يعني تقريبا عندنا الاخوان المحافظات هسه مثل الاخ هنا من حله، عندنا بعد المحافظات من اللي يجي هنا يشتغل؟ محافظات هواي عندنا، الجماعه هسه اكثرها خطيه ناصريه. محافظه ناصريه وسماوه اكثر شيء محافظات. اي بصره. بصره هم لا بصره قليل، اكثر شيء ناصريه سماوه بابل متاذين. الله يخليك الله يخليك. لانه شغل ماكو. يعني تقريبا هي من شهر العاشر، لا والله من شهر من العاشر من بدات المظاهرات، بعد المظاهرات صار هذا البلاء. يعني هالسنه ما شفنا بها راحه ابد. الحمد لله مشتكي تخلص ان شاء الله بقوه الله والخيرين ان شاء الله. بالعون يا حبيبي. خليك رحمه الله يديك. تحياتي تحياتي لك يا حبيبي. لقمه الحلال والله، هي واحد يمشي ما يمد ايده ولا تروح لاي واحد تطلب تذل نفسك، اهم شيء لقمه الحلال حتى لو تحصل لك 10,000. لقمتك من كدك ومن رزقك يعني. نعم هو هذا المطلوب الحمد لله والشكر. لا تروح الغريب ولا تتوسل به. اي الحمد لله. عندي طفله روان. الله يخليها ابو روان. الله يستر عليك ابو روان. من يا منطقتك؟ من القرعات اخوي نصير. اي سوي افكار ابو مريم اخوي. الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. الله يستر عليكم ان شاء الله. نتمنى الله ان شاء الله الله يدفع البلاء هذا وترتاح الامه الاسلاميه كلها، مو بس الشعب العراقي، قوه الله العالم كله ان شاء الله يرتاح ان شاء الله. الله يسلمك استاذنا عزيز رحمه الله. قلبك في قلبك. يعني هذه الانسانيه اللي عند المواطنين اللي احبها. السلام عليكم. نتحدث عن موضوع المجموعه الطبيه. حياك الله، شلونك؟ بعدكم شنو وضعكم؟ صار ما صار؟ احنا المتخرجين الدور الاول عام 2019 2018 هاي السنه. تقدمنا الاستماره انفتحت لنا وقدمنا لحد الان. بس شنو المباشره ماكو. قال بالبدايه جينا لوزاره الصحه قالوا مكتب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء احنا تظاهرنا قالوا بالجلسه راح يتناقش بالموضوع. اجت الجلسه مال مكتب رئيس الوزراء تقريبا بالاسبوع الماضي، اصلا موضوعنا ما انذكر. ولكنه ولا انطانا عذر، يعني لا قال ماكو موازنه ولا كذا، اصلا موضوعنا ما نذكر، احنا موضوعنا حق قانون ناخذه بالقانون، حقنا يعني غصبا عنهم ناخذه. كل الطرق لازم ناخذه. احنا قانوننا رقم 6 ايش قال لكم؟ هسه الوزاره تبقى على اساس ان تبقى ويا الماليه بدفع الامور الماديه. هذا الخلاف اللي صار على الامور الماديه. اي صح، احنا ما علينا. احنا هسه المفروض احنا مباشرين الدفع قبلنا الشهر الثاني تقريبا مباشره. احنا حقنا نريده بالحق بالقانون. احنا بالقانون لازم ناخذ حقنا غصبا عنهم، يرضون او ما يرضون. موازنه اكو، فلوس ماكو، مشكلتهم سيول ماكو. احنا نعرف اكو فلوس، نعرف اكو نفط، كل شيء اكو، نعرف الفلوس كلها من جوا العبايه. غصبا عنهم ناخذ حقنا، يرضون ما يرضون. هسه قالوا كتاب وكذا وهذا البنج مال الوزير. رهمت رهمت ما رهمت يشوفون غير شيء. التقيت ويا الوزير؟ التقينا ويا الوزير البارحه. الحكي اللي صار؟ عجز اللي صار انه الوزير رفع الكتاب لاستثناء لوزاره لرئيس الوزراء. وبعد بقت الشغله من الكتاب الثاني. بقت الشغله يمون. اذا هذا اخر كتاب. احنا ما يعرفون، احنا سهرنا ليالي على مود نصلي هنا. معدلاتنا كلها اقل معدل 91 و93. على مود نصلي هنا، مو هسه يجي وبعد ما سهرنا 3 سنين واربع سنين ويجي يقول لي ماكو تعيين، والله موازنه ماكو. مشكلته اكو موازنه، ماكو موازنه مشكلته. تعيين اخذه غصبا عنه. تعيينكم مركزي؟ مركزي من 2000 من سنه 2000 لحد هسه. غصبا عنه ناخذ تعيين. كم عددكم هسه اللي موجودين من الوزاره؟ احنا عددنا لهاي السنه عام 2019 2018 كنا 33,000 متخرج، اهليه وحكومي. انا اللي سامع الاهليه عليكم السلام اختي. الاهليه ثواني. الاهليه على اساس هم اللي قبلوا وهم اللي تعينوا؟ اكو هيك؟ ماكو، بعدنا احنا الدفعه كنا ما متعينين 2019 2018 كنا ما متعينين. حياك الله حبيبي. الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. ها حجيه شلونك؟ مرتب. شكو؟ هاي مال الارامل مال المطلقات. لا النفقه. النفقه من يوم الكورونا لليوم، من صارت مال كورونا اي ما يطون نطونا شهر ويقولون بعد عد الله كريم. لعد هم يخلي يسوون لنا حل. احنا عندنا اجارات وعندنا قصد، يعني كل ما نحاكيهم والله ماكو، والله ماكو.
راجعت انت للدائره؟ احنا راجعنا، هو غير التنفيذ الراجعه، وهاي 5 اشهر احنا ما ماخذين. البطاقه هسه تستلمون مو؟ انا هو صك يجي صك، بس غير هم المحكمه تعطينا اياه، محكمه يقولون لا والله بعده ما جاي. 5 اشهر. يعني ليش هم جاي يقصونا منك من الدفاع بشهر بشهره، وهنا أنا ما جاي يسلمونا؟ يعني احنا هم انطلبنا، والله هواي انطلبنا، وعندنا جهال وعندنا هاي نحاكيهم. يعني محكمه الحسينيه التنفيذ زفت فد مره، ونلزم والله ما طبون الا كون عسر، ما يخالف عسر والله 50 وحدة بعد ما طبوا. يعني 50 بعد هاي هي حتى لو هجية ال50 اللي يدخلون للمحكمة يستلمون، لو يدخلون بس السؤال هيك يشوفون الرواتب ويطلعون. اي اي بس يشوفون جاي الراتب لو لا. يعني احنا هم يخلي يسوون لنا حل، يوزعوها على المكاتب، يوزعوها. يعني ما يصير هيك. اي ما يصير والله الا النزله بالاضباره. الاضباره هسه انتم ما جاي تمشوني، ما جاي تمشوني. الرابع والخامس والسادس، وهسه احنا السابع راح نكمله، ما بقى منا شيء. السابع راح نكمله، راح نطب الثامن. يعني غير هم الحكومه تسوي لنا شيء. كهرباء خبن كهرباء لا تحكي عليها، ماكو كهرباء. والله تستلمين حجي؟ والله 350. كل شهر؟ لا كل 4 اشهر 350. يلا يعطوني، وانا عندي 7 جهات. يعني هذول ايش ياكلون ايش يشربون؟ والله حتى طقت روحي عاني. يكون بالعون والله يبارك فيك. للحكومه للتنفيذ يعني يسوون لنا التنفيذ حق. مشكور. تحياتي لك. يعني الله يساعد الناس اللي 4 اشهر و5 اشهر بدون رواتب، وهو راتب يعني ال4 اشهر ترى مو هينه. شلون ما اعرف والله، شلون يعني الناس مشي وضحى، شلون مشي الحال. هذه الحجيه 7 نفرات عندها 7 اطفال، الله يكون بالعون. هم ايجار وهم التزام وهم علاج وهم طبيب يعني ومسواق، والبيت يريد والمولد يريد، وتجي للواقع للاسف تلقينا ما اعرف. الله يساعدك. والله الحمد لله. بارك. على الله بخير. بخير. تسلم الله يخليك. بلا زحمة عليك، احنا العوائل اللي عندنا اميات هشاشة بالعظام، احنا اصلا جهاننا يكونون عندهم اصلا امراض مزمنه ويبقون وياهم طول العمر. المفروض اصلا يوفرون علاج، يوفرون اصلا احنا مستشفيات خاصه، المفروض يوفرون عنايه كامله. احنا هذا كله ماكو. احنا العلاج لازم ندور عليه يلا نلقاه، هاي وحده. 2 غالي. 3 احنا اصلا كنا عوائل فقيره وماكو. اروح للمستشفى مرات عنايه ابدا ماكو. لازم احنا نحير بنفسنا. وشنو شغلة ثانية، الدكتور لمن أروح له؟ مرات يكون موجود ومرات يكون ما موجود، وإحنا نكون بأمس الحاجة إله. زين هذا كله هم ما موفرين إياه، إيش وقت حيوفرون إياه؟ زين هذا من زمان الحكي يعني ما موفر؟ أنا بنتي عمر أنا بنتي عمرها 4 سنين، وأني صار لي 4 سنين ألوب على هذا الموضوع، ومو بس أني، إحنا كلنا العوائل اللي عندنا أمراض هشاشة بالعظام، ماكو أي اعتناء، وخوفاً من ناحية العلاج أبداً ماكو. لازم إذا طفل يحتاج عملية لازم يروح للأردن، والعملية الوحدة تكلف 4 دفاتر. زين 4 دفاتر احنا منين؟ ابد ما لها علاقه. ابدا ما لها علاقه، ولا اصلا احد اجى وشافنا، ولا احد اصلا قال. وش قد ناشدوا، مو بس اني، احنا هواي عوائل. احنا بس يعني احنا مسوين جروب على الواتساب، احنا بس على الواتساب 150 عائله احنا عندنا مصابين بهذا المرض، وهذا المرض بيه درجات، واني من ضمنهم. اني بنتي اصعب حاله، واللي هي عندها الهشاشه نسبتها 7%. الدكتور لما قال شنو 7%؟ اصلا 7% هواي. وبنتي اني اليوم فتحتها من الكسر. زين احنا شو كنت حنلقى؟
رعاية. احنا شو وقت حيروح للمستشفى ويقولون يابا تعالوا اكو علاج، يابا تعالوا اكو مثلا دكتور اخصائي. والمشكلة سنوات عزيزتي الاربع سنوات نهائيا الوزارة وزارة الصحة ماكو لا علاج ولا قعدت وياكم وسولفت ولا قالت لكم هذا الطريق. ابد 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 اقول لك علاج علاج ماكو، لازم احنا ندور عليه. انا هاي ابسط الاشياء، هذا العلاج قد تكلفة العلاج بالله لهذا؟ هذا بس هذا هاي حباية وحدة انا جبتها ب20,000 وجبتها والله العظيم اياتها، والله العظيم هاي حباية وحدة اياتها، هاي ب20,000. زين انا اليوم قدرت اجيبها مش قد. هاي كل شهر اعطيها نص حبايه. اكو عوائل اصلا ما يقدرون يجيبوه، واحنا شغله ثانيه احنا كل 3 شهور ناخذ ابره اريديه بمستشفى الطفل، احنا ما نقدر نجيب هاي الابره. اي بالاسكان كل 3 شهور هاي الابره احنا ما نجيبها. السبب شنو؟ اول شيء ما متوفره بالعراق، ثاني شيء الناس الطيبه الوزاره ما موفرتها، هاي احنا كلنا نجيبها من ايران. يعني هم تنخلف الله على الدولة الشقيقة هي إيران دا توفر لنا هاي الأبرة، وإحنا المفروض هسه اليوم بهذا اليوم إحنا المفروض نضرب أبرة. اليوم إحنا ما ضربنا أبرة، ليش؟ لأنه ماكو أبرة، ما حد قدر يجيب لنا إياها بسبب أزمة كورونا. زين إحنا شو وقت إحنا نضربها؟ إحنا شو وقت نقدر نجيبها من بلدنا؟ إحنا هاي الأبرة وسعرها غالي. زين الأبرة وحدها مرات توصل سعرها $500. زين إحنا مين نجيبها؟ زين اذا هي الدوله اصلا كل هذا مو موفرته، ايش وقت توفر؟ ايش وقت تحل اصلا احنا مشاكلنا؟ ايش وقت؟ يعني هسه احنا ابسط الاشياء اذا اقول لك احنا المفروض اليوم نضرب ابره، احنا ما نضربها، واحنا ما نجيبها الابره، ليش؟ ما نقدر بصراحه ندفع فلوسها. اكو ناس خيره ويعني امكانيه هي تجيب لنا اياها. حل عزيزتي هذا مو حل، اولا هذا موضوع مو بس انت، يعني هذا يعني موضوع يعتبر عام. زين واذا توفرت عندك عده غيرك شلون؟ اصلا احنا بشهر واحد قسما بالله احنا 6 عوائل، احنا 5 عوائل معتمدين على هاي العائله الوحيده اللي هي جابت لنا الابره. احنا 5 عوائل ما نقدر نجيب الابره، معتمدين بس على هذا الشخص اللي هو الله يعطيه الصحه والعافيه ابو ملاك اسمه، هو الوحيد اللي يقدر يجيب لنا هاي الابره. ابو ملاك ما يجيبها احنا ما نضربها. زين احنا كم دوب؟ زين للدوله ليش ما توفر لنا اياها؟ هذا حقنا، حقنا احنا كمواطنين، حصتنا من النفط وينها؟ كلها الهم الهم الهم. وبعدين بعدين الشغله الثانيه المصيبه اللي ما نعرف، يمكن احنا من نسولف في شغلات يمكن نشوفها قدامنا، بس الاخت حكت حكي يعني انا ما بصراحه ما اعرف هذا، ما ادري بيه انه اكو هيك علاج وهيك اسعاره. زين هذه العلاجات اذا تتوفر من شخص مره مرتين هذا مو شغل، هذا شغل دوله توفرها للمواطن، واحتمال حتى يعني كثير من الامراض اللي موجوده للاسف ماكو اهتمام، للاسف انا ما اعرف يعني الغايه اذا متوفره بغير دوله الغايه ما متوفره بعدنا ليش؟ وليش بهذه الاسعار اللي ما اعرف والله. اخي مو بس هي المشكله مو بس الابره، يعني احنا اكو ابسط الاشياء هسه عفك من الابره، اكو فحص هسه اوكي علاج ما متوفر، اوكي اكو فحص يقيس لنا الهشاشه مال العظام بدقه عاليه، هذا المفروض يوفرونا اياه، ماكو. اكو تحليل نسوي يشوفون الخلل حشاكته بالعظام وين، هذا ماكو. زين هذا احنا كله المفروض احنا نسويه، هذا كله ما قبل هاي الفتره سويتوه؟ احنا ماكو هنا بالعراق اصلا، ماكو غير دوله سويتوه؟ احنا اكو اشخاص يسووه بس مو بالعراق، بس اللي عندهم امكانيه قدروا يروحون ويسووه. زين احنا اللي ما عندنا امكانيه شلون وين نروح؟ يعني احنا زين احنا نعوف جهالنا يموتون ولا شنو؟ الدوله ما موفرت لنا على اي اساس؟ يعني بس يعرفون ياخذون بالنفط وياخذون بس بالحصه مالتنا، واحنا هذا الشيء واقع. احنا لما نطلع ونحكي ونقول احنا مو على مود انه احنا رايدين من عندهم شيء او هاي، لا خلف الله تن على واحد، هاي هذا الشيء احنا من حقنا. حقوق الانسان. صح ولا انا غلطان؟ وبعدين هذول اطفالنا، هم مو يقولون الاطفال هم جيل المستقبل، وينهم؟ زين وبعدين شغله ثانيه، هذا المرض اصلا ماكو له علاج بالكره الارضيه كلها، ما اقول بالعالم، بالكره الارضيه كلها. زين انتم وفرونا اصلا الاشياء، هاي الاشياء
الاقل هي تساعدهم. والمشكله الثانيه انه هو ما يروح من عندهم، الحد ما يصير عمره 18 سنه يلا يبدي يقل، وهاي ال 18 سنه احنا يعني نشبع لوعات وشلعان قلب لين يوميا متكسره. انا بنتي قبل عيد صغيره انكسرت، وهسه هم اخي من كل شيء تنكسر. يعني هسه انت ذا يعني تلزمها لزمه قويه من ايديها تتفسخ بايدك مو بس تنكسر. زين احنا شو وقت اصلا احنا شو وقت حنقوم نراعي باطفالنا؟ ذا هم الدوله ما تراعينا، نحن نراعيهم وفوقها شغل ماكو. هسه انا ابسط ليش انا اجلي حداد شغل ماكو. روح للسبع وشوف كلها قاعده، اخوتي خوالي ابويا كلهم قاعدين. زين هاي فوقها العلاج غالي. حياتي وسلام عليك. والله انا اللي علي هذا الكلام اللي راح يوصل الى الكلام اللي حكيتيه راح يوصل للسيد الوزير دكتور حسن، وان شاء الله يكون رد وعبر شاشتنا، لان هذا الموضوع يمس ناس يعني يمس ناس موضوعهم جدا يعني جدا صعب، يعني من جانب الاسعار ومن جانب الحاله النفسيه للفرد، وما اعرف يعني وبهذا الوقت وبهذا الحال اللي يمر به. تحياتي وسلامي لك عزيزتي، وان شاء الله يا رب الصحه والعافيه. امين يا رب اجمعين. الله يبارك فيكم. يعني طفله بحال الورد، يعني والله واحد يمكن احنا من نسولف نطلع بالسوق ونسولف وهذه نشوف حالات، بس اسرار هذه الكوارث اللي نشوفها يعني طفله مصيبة. نتمنى ونتأمل انه يكون حل. حبيبي عمي شلون قضي؟ الله يخليك. نتمنى اكو حل منطقي، اكو حل توصل للناس تشوفهم. ما ممكن يا ناس، والله من احنا مرات نسيطر على نفسنا قوة من الحكي. ما ممكن نشوف هيك عوائل هواية من هذا الجانب، غير الامراض البقية الله يستر، امراض السرطانيه وامراض الكبد وامراض الفيروسات وغيرها. زين هذا شلون الحاله شلون؟ بس يعني الناس تريد واحد يفهم، يعني الناس تريد واحد يطلع يسولف لها، واحد اثنين ثلاثه تصير لو ما تصير، كل واحد يشوف له شغل يهج يطير يروح يسافر يذب نفسه بالبحر. ويا ما ذبوا ناس ارواحهم بالبحر وعبروا الى دول وراحوا ومحسودين، هسه الناس تحسدهم عبروا وراحوا. ما ممكن ان توصلون الانسان بالعراق في بلد خيرات توصلونه الى مرحله يكره نفسه ويحرق نفسه. لا كبير مرتاح، لا شاب مرتاح، لا طفل بالقماط ما مرتاح. بالقماط عمرها كم سنه ما مرتاح. ارجع للوضع هنا بالتاكسي ما مرتاح، ابو البسطيه شبعان ضيم، ابو الكيه شبعان ضيم، ابو التاكسي شبعان ضيم، ما شنو هذا؟ واحد حتى طق روحه والله. طيب نقطات عامة حيدر واحمل والديك. هذه الصورة اللي امامك، اطفال تبيع بالمي بالشوارع بالتقاطعات يم وزارة الصحة. ها تشوف ذاك الشاب مو بعمر الورد، مو المفروض هسه بجامعة يدرس يكمل حياته عائلته، ولا هسه قاعده في الشارع هذا ويتوسل تواسيل. ما ممكن يعني، ما مصيبه، هي مصيبه ما تحكي مصيبه. خلينا نسولف ويا الشباب هنا حيدر. هذه يعني هذه الصور تلاحظوها تشوفوها، حاله جدا جدا متعبه، حاله جدا متعبه. خلينا نعبر بالله حبيبي. أنا متعبة يعني حتى نفسية الإنسان هم من قد الكلام ومن قد السوالف اللي نسمعها، هم واحد على قولته نشيط روحه ما بعد ما يتحمل. دايم هذا تشوفون لقطات الناس، هذا شوف الطفل، هذا شوفوا الأطفال اللي قاعدين بالشمس، أطفال بنات وشباب. هذا شنو المستقبل؟ ايش راح يطلع لنا؟ ايش راح يتخرج؟ ايش راح يسولف بعد؟ شلون يقعد بمدرسه؟ اذا هو هذا الحال قاعد بالشارع بهاي درجه الحراره المرتفعه، شلون راح يطلع؟ شو يطلع بروفيسور
طلع دكتور تطلع. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك قلبك؟ قواك الله. شلون عافيتك؟ حبيبي ان شاء الله زين. قواك الله اخوي على هالتعب. انا شفتك من هناك وعبرت لك والله. الله يساعدك. الله يساعدك. شلون شغلك؟ والله ها؟ تشوفه. ما اي والله ما يوم اكو اسبوع ما ترتب هاي الحالة اللي صار. اخوي؟ ترتب الحالة اللي صارت فيروس كورونا والناس هم ما تطلع. والله اخويا قاعدين لا شغل ولا عاد. اكو الله موجود. هاي شغلتك غيرها ما عندك؟ ما ادري. ومتزوج؟ جالس؟ متزوج ودجالس. الله يكرمك. اي والله وقاعد ايجار 200 الف. وين قاعد؟ في الشيلة. الله يساعدك. وهذه كروتك روحتك وردتك هم كروت. اي والله اتكت على عفراها جيه. بس ساعة ترجع البيت؟ والله مو سوي كافي كافي ونص ارجع لي. ما لقيت لك غير هاي الشغلة شوية؟ والله ما اكو شغلة. عمالي حمال. انت ابو من؟ ابو محمد. محمد الله يخليك اياهم. ابو محمد من تشوف الجهال هنا هسه يمك هم بعد. انت صرت اب بعد. طبعا قرع عجيب. شنو وضعهم هذا؟ شنو مستقبلهم هذا الطفل بعمر 8 سنوات 7 سنوات بعد؟ دولة بعد غير يلزم بعد لو ما يلزم ها؟ الطفل اذا هسه طلع بالشارع بعد يلزم؟ لا يلزم لا طبعا ما يلزم كل شيء يسوي. في المدرسة مكمل دراستك؟ لا والله ما مكمل كل شيء. حبيبي ابو حمودي الله رزقك ان شاء الله. طيب تحياتي تحياتي لك يا حبيبي. انت مكمل دراسة؟ لا. قد عمرك؟ عشرة سنوات؟ اي. قصر لك تشتغل هنا بالشارع؟ صار لي سنتين. يعني عمرك 8 سنوات انت تشتغل بالشارع؟ اي. شنو استفاديت والله من الشارع؟ شنو عجبك اليوم بالشارع تبيع ماي وهاي شنو عجبك؟ يوم بيع ماي على باب الله. عجبك شيء من الحياة بالله؟ طبعا يقول لانه طفل. ابوك وامك موجودين؟ اي. يشتغلون قاعدين؟ بس ابوي يشتغل امي قاعده. عندك اخوان انت؟ اي هذا وبعد 2 بالبيت. هلا حبيبي عمو شلونك؟ زين الحمد لله. قواك الله حبيبي. الحمد لله. اسمك بخير؟ ها؟ اسمك الكريم؟ حسين. ابو علاوي شلونك؟ زين الحمد لله تشكر. علاوي بالمدرسه كمل دراسه؟ المدرسة. اي والله. الوالد موجود؟ اي الحمد لله والشكر. شلون شغلكم بهالشمس؟ الحمد لله هيك على الله. والله 5000 انا وهذا نعم الله نروح البيت. كم ساعة ترجع البيت؟ والله مرة بالوحدة مرة بثنتين. أبو علاوي عمركم أنتم المفروض ما تشتغلون بالشارع لأن الشارع تعرف. فد احنا دا نشتغل لنا أنا وعمو وأبويا هم دا يشتغل عندنا ستو دا يشتغل. فد احنا نشتغل هل يطلع عندنا نطي لابنا هاي الزايد اللي يطلع عندنا واحنا نشتري بيه. الله يسلمك. السلام عليكم عمي. شلونك حبيبي؟ انا عبرت على الولد شفتهم بهذا الحال. زين؟ عمره 60 سنه هذا عمره 5 سنين ومتعذب. لعل انا عمري 60 سنه ورعايه بالاجتماعي ما عندي ويوميا ناشد بالاذاعات والصحه وش ماكو هسه الوزير يشوفني بالتلفزيون مالكم. تلفزيونكم زين وهيك مو شيء. تلفزيوننا ملون. احنا عمي احنا الرسائل اللي توصل هذه امانه. زين واحنا اللي هسه هذا طفل عمره 60 سنه وبتربي الشارع بالرعايه الاجتماعيه ما عنده راتب لليومك 60 سنه انا عمري ناشدنا الاذاعات كلها والله اذا الرافدين ولا مصيبه السوار. مصيبه احنا من نسولف عمي هذه امانه ومن نسولف لازم نسولف بحق حق الله هذا الحق الله عمرك 60 سنة ولحد الآن تشتغل وفي كل بلدان العالم ماكو هاي الحالة طبعاً. 50 اللي بالرعاية هم ماكو هذا الوزير شنو ما يسمع هي بالشهر 50 نعيش بيها هي وين 50 ماكو يعني أنا عمري 60 سنة ناشد أنا عطوها رسن حسان زين ويعني مشكلة وين ساكن عمي؟ بالرعاية الاجتماعية أنا بالكرادة قاعد حياك الله وبالإيجار 8 نفرات عندي احنا زاكروس وتواصلوا ويانا
واحنا بخدمتك واللي نقدر عليه. اخذ التليفون من الاخ هنا. زين مصطفى انطي تليفوني، انطي تليفوني. هذه اللقطات اللي تلاحظوها وهذه الصور اللي تشوفوها الان بشكل عام، نتمنى ونتامل ان توصل للرسائل، رسائل الناس، ويكون بها اجراء على الاقل انه يشوفون هذه الناس، يشوفون هذه الحالات اللي موجوده، وبالتالي انه يكون بها اجراء على الاقل انه يشوفون الناس شلون عايشه بهذا الظروف الصعب، بهذه الحياه المتعبه. ونتمنى تشوفون. عموما خلينا نعبر زميل حيدر. يعني واحد شنو اللي بيده يقدر يسوي؟ السلام عليكم، شلونكم عمي؟ قواكم الله. الله يخليك. الله يخليك. ان شاء الله زين عمي. الحمد لله نعمه. ان شاء الله نعمه دوم. شلون وضع عمي اليوم؟ زياره تسياره على باب معظم؟ والله رحنا نموتنا بيجبنا غراض محتاجين اني والله. شلون شغلكم؟ والله نعمه من الله خير. قاعد يوم كرماني المصور يقول لي حبيبي عمي شلونك؟ قواك الله. اي قواك الله. بنصكم اقعد. حياك الله يا حبيبي. ابو من عمي؟ ابو سعد. ابو سعد يا منطقه ابو سعد. انا من الثعالبه. اهلا وسهلا. شعب شوي. اي عندلها ورايح لها. بشرني صار وضعها بالله بالنسبه لموضوع الخدمات. والله الخدمات وقفته وهوايه وجاكم السيد حيدر العفو عادل عبد المهدي بوقتها بابو الشام ما اجى منطقتنا. اي احنا منطقتنا لا خدمات نهائيا ماكو، صفر، لا مجاري، كهرباء مو زينه، تبليط ماكو. هي اصوليه القاع اصوليه اكو اصوليه واكو زراعيه. اي الاصوليه والزراعيه نفس الشيء كلها هي منطقه واحده. منطقة واحدة هي. حاولتوا توصلون مسؤولين بالعمالة مثلا؟ وصلتوا؟ ما وصلنا لأن اللي قبلنا تقريبا متنفذين ما سووا لهم شيء، احنا الناس الفقراء شو يسووا لنا؟ ما يسووا لنا شيء. وضع المستشفى شنو حاله؟ يا مستشفى اللي هو يعتبر مستشفى حمادي شهاب. حمادي شهاب هي بصورة عامة المستشفى تعبان. يشتغل هسه هو ولا ما يشتغل؟ يشتغل. اي هو الوحيد يمكن قريب. هو الوحيد هاي بكل المنطقة هو هذا المستشفى بس حمادي شهاب. واكو مستوصفات بالمناطق، مستوصف عيادة بسيطة يعني. اي الناس ملتزمة عمي ابو سعد بالاجراءات الوقائية بالمنطقة لو حالها حال المناطق البقيه؟ انا عندي اخوي ابو مصطفى يعني تصور المي اذا ما يعرفه 100% ما يشربه. ها فاعل بطل اجينا من السنك اللي هنا ما شربنا مي الا شاف هذا المي قال اشرب من هذا. يا عم التج هذا يعني تحافظ على نفسه. وانا بالنسبه لي الكمامه انقطعت هسه ذبيته. ها هاي شفوفي بجيبي يمين. اي والله. شلونك عمي مصطفى؟ الله يسلمك حبيب الورد. الله شلون عافيك؟ الله يخليك. الالتزام حلو لكن يراد له شويه واحد يتعب. اكيد اكيد الالتزام بهالفتره هاي وهذا الوباء يراد لنا التزام تقيد. احنا والله انا ما طالع يعني اليوم جبت دهن للسياره. اي ورحت للسنك وجيت ماكو شيء الحمد لله. بس ابو مصطفى بس كالتزام عام للمواطنين ماكو. هسه لو تباوع بطولك عليه بالسنك 99% ما حمل لابسين كمامه. يعني اي يعني هسه شوف الحالات 2000 2000 ونص وفيات 170 يعني والناس ما تتعب من هالموضوع هذا لحد الان ما متعبون. ما يتعبون. الحل الحل الامثل لهذا الموضوع شلون نقدر نسيطر ابو مصطفى؟ اذا وجهه نظرك شنو الحل؟ شلون نقدر نسيطر على الوضع؟ اولا الحل الحاله الاقتصاديه عند المواطن، المواطن تعبان. يقول لك انا اقعد بالبيت من اكل؟ انا مثلا مدبر اموري اقعد شهر عادي. غيرك شلون؟
المتقاعد يقعد الشهر عادي، بس هذول الكسبة أهل المي الحمال أهل الشنابر شلون يقعدون؟ هي هاي هذا الموضوع. مصطفى يعني قصدك انه الحالة الاقتصادية للفرد اليوم تعبت، واذا نريد نسيطر على الوضع ونريد نسيطر يعني الناس تاخذ بالكلام اللي دا يصير من خلية الازمة توفر له، يلا يلا تقدر تسيطر. بعدين تقدر تحكمه يقعد بالبيت، انا اوفر لك هذا تقعد بالبيت اوكي، لكن اذا ما توفر لي شلون تقعدني؟ ما ترهم وما تقدر تسيطر، ما تقدر تسيطر وما يسيطر، ما يسيطرون؟ ما يسيطرون على وضعنا هذا، ما احنا يسيطر. يعني وضعيتنا تشوفها بالشارع احنا نشوف طبيعية الحياة هسه موجودة. حركة طبيعية، لا مهتمين لا وباء ولا كل شيء ولا أي حاجة. نعمة نعمة من الله. تحياتي لك يا مصطفى. نعم مشاهدينا الكرام، نعم احبتي، طبعا الكلام اللي سولفنا ويا الناس اللي اليوم موجودين بباب المعظم، هذا الكلام واقعي طبعا، كلام منطقي يتقبله العقل يتقبله المنطق، من نشوف الشارع ونسولف بواقع، احنا ما ندير وجهنا ونسولف بشغلات احلام وردية مثل ما يقولون ونقول لا الوضع تمام لا هذا الواقع، هذا هو الشكل. زين اكو من ينزل للواقع ويشوفه من المسؤولين من الرؤساء من غيره من اللي عندهم موضوع انساني على الاقل ينكسر خاطره وضميره وينزل للناس يشوف ابو البسطيه شلون عايش شلون مشي وضعه شلون 15 ذن عداهن الشكل الشرب، او ينزل لهال الجهال بالتقاطعات اللي تشتغل من الصبح لليل عمره 8 سنوات وشابع ضيم. انا من الساعه قريتها شي يطلع بعد يطلع دكتور بروفيسور مستقبله شنو؟ وين راح يستقر؟ ايش راح يشتغل من شغلات؟ اللي نوصل للحاله اللي توصلنا والرسائل اللي توصلنا اللي يحرق اهله واللي يحرق ابنه واللي يقتل زوجته واللي زوجته تقتل ما اعرف. هذا الجرائم اليوم سببها شنو؟ غير كل واحد ينزل للناس يقولوا يا بس سببها شنو؟ مو طلعونا بالشاشات وش تقدم نصيحه؟ شو يقدم اذا هو قتل اهله وناسه وعائلته جهاله حركهم؟ شو يقدم؟ انت تريد توصل للمصيبه لو تريد تسولف توصل للمصيبه، هذا من الفقر يولد كل شيء، هاي معروفه من التواريخ اللي سولفوها قبلنا مو احنا نسولف فيها. الفقر هو اللي وصل النتائج الناس الى هذه المرحله. وهسه احنا نقول بلكة الله ترهم وترجع الحياه الطبيعيه والناس تعيش تاكل لها خبزه وتنام وتقعد وعلى امن وامان، هذا اللي صار مطلب للناس جميعا وصار حلم للناس كلها. هذا العراق بلد بخيرات بثروات بزراعه بنفط بنخيل ما من كلهن حاويهن، وبالتالي ترجع عمره 8 سنوات يبيع مي على مود يسترزق يحصل له 2000 3000 دينار يعيش بهن يشتري طماطات وبصله. هذه النتيجه هي. عموما حق رد مقبول للجميع طبعا، وهذا الرسائل هي رسائل المواطنين وهذا الواقع مثل ما قلت. تقبلوا تحياتي انا احمد ركاب وزملاء اللي رافقون اليوم حيدر عماد وزميل مصطفى، نشوفكم باكر بخير وسلامه وبلكه الله احسن من اليوم، الى اللقاء.